زواجي حلمت بسيدة تحفظني القرآن، قالت لي على رقم الصفحة ما لقيتهاش، قلت لها قولي لي السورة، قالت لي هود ما لقيتهاش، ولقيت صحف كتير في المصحف مقطوعة مش موجودة. تخبطات في الحياة، تخبطات في الحياة، وربما تكون تخبطات في النواحي الدينية. شوفي، تحاولي تصلحي من حالك. عندك، مش موضوع عندك، انت مقصرة في شيء ما، لا سيما ان الامور دي ممكن تكون خاصة بالنواحي الايمانية، عندك حد انت مخصماه، حاجات دينية خاصة بالدين لازم تصلحيها. قضية ان واحدة بتحفظ القرآن وانت مش لاقية الصفحة، مش لاقية الصورة، ورق كتير متقطع. طبعا رؤية المصحف بالمنظر ده في المنام في تقصير عند صاحب الرؤية، وانت أدرى بحالك. دول اتنين زي 11 ده، انا لسه مكلمها دلوقتي. الو، السلام عليكم. يا جماعة أنا مش جاية أعمل إعلان، أنا جاية أقول لكم على المنتج ده، كينج بار. كينج بار ده منتج ساحر، يعني أنا كنت رقبتي كانت فعلا بتؤلمني جدا، حطيت منه مرة في التانية بدأ فعلا الوجع يتحسن جدا. ده بقى للمفاصل، للكتف الموجوع، للرقبة، لأي حاجة بتوجعكم في العظام. كينج بار ساحر. لما قلت لها انا لسه مكلمها دلوقتي، العالم بتعمل نصحه، كلمتني من 010 ورجع بقى مكلمني على 012، سمعتني وانا بتكلم بقول الرقم ده لسه مكلمه دلوقتي، فصلت بعد ما فتحت عليه، قال لا، ورجع تاني على 010. اما نشوف، طب انت سامعاني؟ اما اشوف. الو، ها قولي يا نصحه. هاي، السلام عليكم. قولي يا نصحه، انت اول مره تتصلي ولا كلمتني من شويه بالرقم ده؟ معلش التليفون ما خدش بالي. أو اتفضلي قولي. قولي. هاي، السلام عليكم. قولي. كلمتيني من شوية. أنت بتسمعيني من البث من قدام التليفون قدامك ولا؟ هي لو سمحت حضرتك، أنا كان معايا رؤية لأختي. بس أنت كلمتيني من شوية صح؟ أنا رنيت على رقم تاني بس مش عارفة محدش رد، بس أنا ما خدتش بالي. انت كلمتيني؟ لا، على حسب. لا طيب ماشي، اتفضلي، يعني سيبي فرصه لغيرك لو انت كلمتيني. لا بالله لا عليك. والله حضرتك، لا والله. طيب انا خلاص ماشي، اول مره. طيب ماشي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يا جماعه انا مش جايه اعمل اعلان، انا جايه اقول لكم على المنتج ده، كينج بار. كينج بار ده منتج ساحر، يعني انا كنت رقبتي كانت فعلا بتؤلمني جدا، حطيت منه مره في التانيه بدا فعلا الوجع يتحسن جدا. ده بقى للمفاصل، للكتف الموجوع، للرقبة، لأي حاجة بتوجعكم في العظام. كينج بار ساحر، بنصحكم بيه. وأنا مش بقول كده عشان أعمل إعلان زي ما قلت لكم، لا، أنا لو ما كنتش جربته بنفسي ما كنتش هعلن عنه، لأن أنا عارفة مصداقيتي عندكم شكلها إيه. فجربوا كينج بار. كينج بار جيل جديد هيخلي عظامك حديد.